شكلت إفادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد أكد جيمس كومي للمرة الأولى أن مكتبه منكب على التحقيق حول ما زعم بوجود تنسيق بين أعضاء من فريق ترامب وبين روسيا، دون أن يعطي أي تفاصيل عن سير التحقيق أو إن كانت روسيا قد لعبت بالفعل دورا لدعم حملة ترامب الانتخابية. وأوضح كومي قائلاً: لم نصدر حكما إن كان الروس قد نجحوا بأي شكل من الأشكال في التأثير على الانتخابات. أود أن أوضح بأننا لم نتطرق إلى هذا أبدا. إدارة ترامب قللت من أهمية الإفادة، مشيرة إلى أن شيئا لم يتغير، فلا يوجد أي دليل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي حول مزاعم التنسيق مع الروس. المتحدث باسم البيت الأبيض قال: عندما يقول الجناحان سواء الديمقراطيون أو الجمهوريون بأنه لا توجد دلائل، فإنني وإياكم يمكن أن نفهم بأنه لا وجود للأمر. بينما كان مدير الـ FBI يدلي بإفادته، سارع الرئيس ترامب للتأكيد من جديد من خلال حسابه على تويتر بأن مزاعم التنسيق مع روسيا لا تعدو كونها أخباراً وهمية. مراسل يورونيوز قال: القضية المتعلقة بروسيا قد تشكل خطورة حقيقية على البيت الأبيض. تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم يشهد تحقيقاً جنائياً حول إمكانية تواطؤ بين رئيس وقوة أجنبية معادية. ما قاله مدير الـ FBI صادم لكنه غير مفاجئ. لا أحد يعرف إن كان ترامب مكترث حقاً، غير أن الأمريكيين مهتمون بالفعل، فآخر استطلاعات الرأي أظهرت أن التأييد لترامب وصل إلى 37%.